جيدة إلى عائلة جبار، هذا أخوه وبنته، وهاي عائلة اليوم جو للساحة. جبار ما طالع ولا واصل للبيت من أمس. أمس نشر المحافظة، شفت وسائل الإعلام إنه جبار طالع وجاي للبيت، ولا وصلنا للبيت ولا وصل. لا طالع حالتنا تعبانة. احنا وين المدنسين؟ وين ليش؟ هذا الاخو الاخو جبار، هاي بنت عائلته. سيد المحافظ بغيرتك نطلب ان شاء الله اخوي، ان شاء الله ان شاء الله والله يفرج عنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الحلقة ستكون بمحورين بشقين. سنتحدث في الموضوع الأول عن الاعتقالات التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات، كذلك عمليات التغييب التي تحصل للمتظاهرين للمعتصمين الناشطين في التظاهرات ثورة تشرين، والمطالبات من الشارع العراقي بشكل عام بإطلاق سراح كل من اعتقلته السلطات الحكومية ظلما وبهتانا وهو بريء وهو لم يرتكب أي ذنب. ونحن هنا نتحدث بشكل خاص عن الناشطين في التظاهرات. طبعا في محافظة البصرة انطلقت تظاهرة احتجاجية للتنديد بأوامر اعتقال المتظاهرين، بعد أن بدأ أهالي المحافظة بالتوافد إلى ساحة الاعتصام وسط المدينة. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أكدت أن القوات الحكومية في البصرة نفذت حملة اعتقالات طالت ناشطين مدنيين في المحافظة على خلفية مشاركتهم بمسيرات طالبت بمحاسبة قتلة المتظاهرين يوم الجمعة الماضي. أضافت اللجنة أن أوامر الاعتقال صدرت من المحافظ أسعد العيداني، وأكدت اعتقال المتظاهر جبار علي من منزله بسبب التظاهر الحاشدة التي قادها رفقة مجموعة من الشباب في المحافظة في وقت سابق. دعونا نشاهد هذا المقطع لصور تظهر آخر تصريح للمتظاهر جبار علي الذي اعتقل في البصرة وفق المادة 4 إرهاب، لأنه خرج ليطالب بوطن، خرج ليطالب بحقوق مشروعة وبشكل سلمي يتم التعامل معه بهذه الطريقة. فلنشاهد. طلعت مظاهرة طالبت بقادتك يا محافظ البصرة، وانتهت التظاهرة وكانت سلمية وما شفنا من عندها أي مشاكل. تفاجأوا الأخوة المتظاهرين باعتقال جبار ودعاوي كيدية على بقية المتظاهرين. اليوم هاي التجمعات مثل ما جاي يشاهدونها هي كلها بسببك. يعني إذا انصاب شخص بالكورونا وما ملتزم بالوقاية فهاي راح تنحسب عليك، ومستشفياتنا ضعيفة وما متمكنة أنه تجمع هاي كل الناس. طلعت مظاهرة طالبت بقادتك يا محافظ البصرة، وانتهت التظاهرة وكانت سلمية وما شفنا من عندها أي مشاكل. تفاجأوا. طبعا تابعتم في بداية الحلقة عائلة علي جبار المتظاهر وهي تتحدث عن أن ما يروج إعلاميا من قبل الحكومة بإطلاق سراح ناشط في التظاهرات علي جبار هو أمر غير صحيح، وحتى هذه اللحظة لم يعد علي إلى منزله بسبب عملية إلقاء القبض عليه. وهذه الحالة طبعا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في العراق بسبب السياسات الحكومية المتبعة في عملية القضاء على التظاهرات، رغم أن الشعب خرج بشكل كبير يرفض هذه العملية السياسية وهذه الطبقة السياسية التي دمرت البلد منذ عام 2003 ولغاية اللحظة، وكل ما أفرزته من شخصيات هي نتاج هذا الفساد ونتاج هذه العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية وعلى تدمير البلد بشتى الوسائل. وبالتالي الشخصيات التي تقود العراق الآن وبكافة مناصبها هي مرفوضة من قبل الشعب، فاستمرار التظاهرات هو كما يراه المتظاهرون واجب وطني وشرعي في الحفاظ على بلدهم من هذه الأيادي التي دمرت البلد وأوصلته إلى ما نراه الآن، منهار اقتصاديا، منهار أمنيا، ينخره فيروس كورونا بسبب انهيار المنظومة الصحية وفقدان للسيطرة على أمور كثيرة من ضمنها حتى الحدود على سبيل المثال بسبب سيطرة الميليشيات ونقاط التفتيش بسبب سيطرة الميليشيات، وغياب النظام الأمني بسبب نفوذ الأحزاب وسطوة ميليشياتها المنتشرة في محافظات عراقية كثيرة.
طبعا الموضوع الثاني الذي سنتحدث به اليوم أيضا سيكون عن تصريح لوزير الدفاع جمعة عناد الذي تحدث عن أن أهالي المحافظات الغربية اتهمهم بالإرهاب وتحدث عن أنهم هم الذين نموا تنظيم داعش وهم الذين ساعدوا في بقائه واستمراره وتحدث عن أنهم هم المسؤولون عن دعم هذا التنظيم لكن بعد ذلك خرج طبعا بيان يتحدث عن أن هذا الكلام مفبرك أو ليس مفبرك فهم بشكل خاطئ من قبل وسائل الإعلام لكن ما ظهر على شاشات التلفاز كان واضحا وجليا للجميع ولذلك انطلق وسم بعنوان الغربية أهلنا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وتحدث به المغردون طبعا هاجموا أيضا جمعة عناد وكذلك دافعوا عن أهالي المحافظات الغربية لأن المغردين طبعا من كافة المناطق العراقية وبتصدره حقيقة خرج هذا التبرير من القوات من الحكومة بتبرير ما صرح به الوزير تعالوا نقرأ لكم بعض التغريدات التي جاءت على هذا الوسم طبعا طه البهادلي يقول أهل السنة أنفسنا مو دواعش ويعني أيضا هناك تغريدة أخرى لحسين آل ثاني يقول من المستفيد من العودة الاحتقان الطائفي أكيد الطبقة الحاكمة لماذا بهذا الوقت خرج علينا وزير الدفاع وهو ينكل بأهل الغربية هل سيحاسب أم تم ذلك باتفاق الجميع ومنهم سياسي السنة الملخص إذا توحد الشعب ستنتهي هذه الحقبة لا عودة للطائفية مهما اختلفنا في التوجهات الأسباب الحقيقية التي أدت إلى السماح لتنظيم داعش للدخول إلى المحافظات الغربية بقيادة نور المالكي طبعا هذا الموضوع كان الموضوع من المخططات الطائفية لوأد الثورة التي كانت أو المظاهرات التي كانت في المحافظات الست المنتفضة في الغربية وطبعا كانت هذه وسيلة من الوسائل التي دفعت بفتح الحدود أمام هذا التنظيم للقدوم من سوريا والدخول إلى العراق وطبعا الشحن الطائفي الذي كان يستخدمه نور المالكي وحكومته آنذاك والقمع الذي حصل على الأرض ميدانيا هو الذي كان السبب الرئيس طبعا بتوغل هذا التنظيم إلى العراق بسبب ترك المالكي لهذه الجماعات أن تدخل وانسحاب وانهيار القوات الحكومية في كثير من المناطق وبالتالي نرى المتسبب بتدمير المناطق الغربية نراه لا يزال موجود في السلطة يمارس مهامه بشكل طبيعي جدا لديه حصانة ولديه امتيازات ولم يعاقب ولم يحاسب وهذا الكلام ينطبق على تقريبا معظم المسؤولين الموجودين في حكومات ما بعد الاحتلال بتصاريحهم الطائفية وكذلك تصريحاتهم الطائفية وكذلك بالهجوم على أهالي المحافظات الغربية كم من مسؤول خرج ليتحدث عن مثل قيس الخزعلي على سبيل المثال الذي وصف مدينة الفلوجة بالورم السرطاني هو وغيره من المسؤولين ومن زعماء الميليشيات لم يحاسبوا دخلوا إلى هذه المحافظات بدوافع وأحقاد دمروها والآن يتحدثون عن أنها حواضن لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية من معنا الآن؟ أبو شيماء من بغداد تفضل الله يسعدك حياك الله أبو شيماء شلونك عيني؟ أنا وسهلا تفضل أستاذي هذا بالنسبة اللي قبل شوي ناشط ما كنت قلت عليه؟ أي نعم هذا مطلوب للدولة هذا مو ناشط ليش مطلوب للدولة؟ هذا مهدد السلطات ماكو بأنه يقوم بأعمال ضد الدولة وضد المسلحة أعمال مسلحة شلون؟ هذا طلع تقرير من الشرطة عليه تقول أنت متفائل هذا مو جمهور متفائل مني هذا شفت على الفضائيات ولا هذا دي يهدد ودي يحكي ودي يقتل ودي يسوي فوضى بالمحافظة طيب هذا شخص يا أبو شيماء أنت تتهمه رغم أنه هو هذا الكلام احنا بدنا نشوف لانه علي جبار او جبار علي منتشر بكل تقريبا المقاطع اللي كان بها مقاطع الثوره والتظاهرات وشفناه ايش قد هو رجال شاب من شباب الثوره اللي رفعوا العلم ودافعوا عن المتظاهرين وحتى تم اعتقاله. انا اسالك انت اذا تتكلم عن جبار علي الناشط المدني اللي موجود بالتظاهرات واللي تم اعتقاله بهذه الطريقه، ليش ما تتكلم عن الميليشيات اللي تهدد الدوله واللي تحمل السلاح فعلا واللي تدمر البلد فعلا يعني انت دا تقول هذا الرجال قضاها تصريحات قضاها تهديدات كل كلام اذا كلامك صحيح فهو كل كلام
وين الدولة من اللي حملوا السلاح فعلا ويحملون لغاية هاي اللحظة ويقتلون الناس ويهددون الناس؟ استاذي استاذي ديش مرة دخلوا على منظمة ثار الله، ماكو هاي احد وسائل حفل، لون الناس مأجورين. طيب الدول تدفعهم. انا اريد اسألك شنو هي هاي منظمة ثار الله يا سيد ابو شيماء؟ ثار الله حتى تشكيلات الحج الشعبي هاي. طيب على اي اساس موجوده؟ على اي اساس موجوده؟ على اي اساس موجوده؟ موجوده ليش احد فقال الحج الشعبي استاذ؟ شلون يعني انتم تغشمون نفسكم؟ ليش 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 متعوف الامن؟ قاتله بحمه الحرب بس بس عرض المناطق الغربيه. اي هذا الكلام مالتكم اللي شبعتوا الناس به وعرض المناطق الغربيه. ايش عندهم بالبصره؟ ايش عندهم بالبصره؟ بس اسمعني 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 بلا صياح. شعدهم بالبصرة والمفروض أكو قوات أمنية هي المسؤولة عن حماية المدينة، شكل ميليشيات شعدها موجودة؟ ميليشيات مو ميليشيات استاذي، هاي تشكيلات من الحج الشعبي مو ميليشيات. طيب ميليشيات. أنت تدري يا أنت تدري يا أبو شيماء أنت تدري يا أنت مهدد استاذي، يرحم والدك، الحراك مهدد. من منو مهدد؟ من منو؟ من منو مهدد؟ بوكم وبور الميليشيات يعني دواعي تتحرك حتى محاصيلكم حركت بعد وما حد تقرب عليها. هاي دواعي محرقة المحاصيل من المناطق الغربية الأولى. شلون شلون؟ وما حد جابها طاري، بس الحشد ما حد يجي يرحم والدك. الحشد الحرر المناطق أعراض المناطق الغربية. يعني أنتم ذاك اليوم هذا على حرصة على حاسم الجمال من كمل كمل. يعني قال مو قال زين شو هذا بالمصطفى حاسم الجمال ما يطلع حتى يجي قاتل. وين راح هذا؟ طيب حاسم الجمال. طيب يا تابع وخدك يا تابع. طيب ابو شيماء ابو شيماء خلصت؟ تفضل. خليك اسمعني هسه شويه لان حضرتك اخذت راحتك بالكلام. اوكي خلينا نتناقش شويه. اولا تصنيف الحشد الشعبي، اولا هو ميليشيات. انت ما تعرف شنو معنى ميليشيات؟ ربما ميليشيات هو كل فصيل مسلح يحمل السلاح خارج اطار الدوله، وهذا فعلا هو ما صار وتشكلت عليه او على اساسه هاي الميليشيات الموجوده اللي هي الحشد الشعبي، مجموعه اشخاص حملوا السلاح خارج اطار الدوله. الدستور اللي موجود بالعراق هسه اللي دا تحكم به هاي الاحزاب يقول ممنوع اي شخص يحمل السلاح خارج اطار الدوله، يعني هذا وجوده غير شرعي. وجود هاي الجماعات اللي تسميها الحشد المقدس هو وجود غير شرعي وفق الدستور والقانون. النقطة الثانية، على أي أساس تكون أكو ميليشيات مثل ثأر الله والعصائب وسرايا السلام وغيرها إذا كان هناك قوات حكومية من وزارة الدفاع والداخلية؟ مو المفروض ذني كلهن ما نشوفهن بالشارع؟ هاي نقطة. النقطة الثالثة، كم من ميليشيا من ذول الموجودين العصائب وغيرها ارتكبت انتهاكات على ثأر الله على سبيل المثال؟ دفع هذا الموضوع مصطفى الكاظمي أنه يروح يلقي القبض على عناصر موجودة في مكتبهم في البصرة، هذا الشيء لأنه ارتكبوا انتهاكات وأدوا إلى استشهاد أحد المتظاهرين وإصابة آخرين بالبصرة وغيرها وغيرها. في بداية الأحداث لما طبت سرايا عفوا العصائب إلى مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين وحرقت قرى أبو عجيل وقامت بنهب وسلب، طلعت المرجعية تقول هاي تصرفات فردية، يعني اعترفوا أنه بهم أشخاص ذهبوا إلى المناطق الغربية والمحافظات قاموا بعمليات إحراق وسرقة ونهب. ثم في بداية العمليات العسكرية لما طبوا إلى محافظة الأنبار شفنا أسواق تم افتتاحها تحت ما يسمى غنائم. غنائم ذولا اللي راحوا يدافعون عن الأعراض راحوا نهبوا البيوت وهجروا الناس. كم عندك مليون مهجر موجودين هسه في شمال العراق ومنتشرين في المخيمات العراقية بسبب دمار هاي الميليشيات اللي انت تقول عليها حمة الأعراض؟ منظمة Human Rights Watch قالت بأن الحشد الشعبي ارتكب انتهاكات وجرائم ترقى لتكون بمقدار ما ارتكبه داعش. قارنت جرائم الحشد بما ارتكب داعش. منظمة العفو الدولية نفس الكلام، دعت الحكومة حكومة العبادي في وقتها إلى فتح تحقيقات بانتهاكات الحشد الشعبي اللي ارتكبها ضد العراقيين المدنيين أبان العمليات العسكرية. الأمم المتحدة نفس الكلام، عن أي أعراض تتكلم والأعراض العراقية انتهكت على يد هذه العناصر التي أرسلتها الفتاوى الطائفية اللي ذهبت إلى المحافظات الغربية ودمرتها؟ من معنا اتصال؟ شكرا يا أبو شيماء وضحت فكرتك، شكرا جزيلا. من معنا الآن؟ طيب الحشد الشعبي ويتكلمون عن قدسية هذه الميليشيات، في بداية ظهوره شهدنا تطوعا بشكل كبير وبعد ذلك تبين أن هذا التطوع مقابل مادي، أمام مقابل مادي كان بقيمة $600، تعال اتطوع ونعطيك $600،
وذهبوا شباب كثر من المحافظات الجنوبية والوسطى، ذهبوا إلى محارق افتعلت حروبها هذه السلطات وهذه الأحزاب اللي حكمت العراق تحت فتاوى طائفية، ذهبوا إلى محافظات غربية ودمروها. فتوى الجهاد الكفائي كانت تقتصر فقط على أنه أنت تلزم سلاح وتدافع عن بيتك ومنطقتك، ما تروح هناك للمحافظات وتدمرها. هذه وظيفة أو مهام القوات الحكومية النظامية، من المفترض على أي أساس يتم التحشيد بهذه الطريقة؟ وإن قلنا وافترضنا أنه تم التحشيد وانتهت العمليات العسكرية، لماذا لم يتم حل الحشد الشعبي؟ خلص منتهى دوره؟ وزير الدفاع يتحدث أنه اللي باقين أعداد قليلة جدا، جمعة نادي يقول البارحة واليوم أنه اللي باقين بالعراق من تنظيم داعش أعداد قليلة جدا ومسيطرين ونعرف مكانهم ونعرف نقدر نتخلص منهم. على أي أساس تبقى هاي الميليشيات الموجودة الآن نشوفها بالعراق؟ الحشد اللي هو عبارة عن مجموعة من الميليشيات ما حكت بيوم إلا بلغة طائفية، ما حكت بيوم إلا بلغة مليئة بالحقد والكراهية، وجماعتهم اللي هم القيادات قيس الخزعلي وهادي العامري وغيرهم من هذه العناصر اللي دمرت البلد، ونشوفهم الآن يشتغلون بعملية السلب ونهب للمناطق والمحافظات اللي موجودين بها. جرف الصخر صار لهم 7 سنين مدى يعرفون يرجعون أهاليها، لأنه حزب الله مسيطر عليها ومدى يخلي الناس مانعهم من العودة إلى مناطقهم. هو جزء من الحشد الشعبي. محافظة ديالى، منظمة بدر، إيش تسوي محافظة ديالى من سلب ونهب؟ لواء 30 الموجود، حشد الشبكي الموجود بسهل نينوى، يومية عمليات ابتزاز بالسيطرات ونقاط التفتيش المنتشرة بالمحافظة اللي تابع للحشد هذا، عمليات ابتزاز للناس وغيرها، العصائب على سبيل المثال والمجازر اللي ارتكبتها وآخرها في التظاهرات اللي صارت. كل هذه العناصر اللي تتكلم باسم الحشد وقدسية هذه هذا التشكيل اللي صار ارتكبت انتهاكات بالعراق وثقتها منظمات دولية. ما تحتاج انه تقعد تقول لي حماية الأعراض، وين دور الدولة في حماية الناس وحماية الأعراض فعلا؟ ليش تترك الموضوع بيد ميليشيات خارج إطار الدولة وخارج القانون؟ من معنا الآن؟ السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة عامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة لو إحنا نقول لو أكو من 2003 إلى هذا اليوم 17 سنة حكموا هاي المجموعة، حكمت هذا البلد ودمرته. من حشيد الى اصناف من هالاصابات اللي باقوا ونخبوا وسلبوا وقدسيه الحشد يسمونه. هو من سوى الحشد؟ من سوى غير هذول يطلعون اهل العمايم انطوا فتوه لهذول الشباب اللي كانوا معتازين يردون فلوس وطلعوا يركضون بدون تدريب بدون اي شيء، طلعوا وصار الحشد وصار انتماء الى هذه العمل والى الى 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 هالاشكالات الموجوده العناصر من حزب الله وغيرها. حزب الله احنا لو اكو حكومه ما صدق كان هي تضبط الجيش والشرطه. الجيش والشرطة فقط هي اللي تحمل السلاح وهي اللي تدافع عن الوطن وهي تدافع عن البلد، مو الحشد. الحشد منتمي إلى إيران، هذول كلهم منتمين إلى إيران، هذول كلهم حشد إيراني. إذا ينتقمون من هذا الشباب الموجودين هسه واللي يضربون لأجل أن هذول الشباب اللي يردون ينهضون العراق من جدة وجديد، لكن هل الموجودين الناس اللي مستفيدة من هذا البلد ما تخليهم يشتغلون؟ ما تخليهم. والكاظمي أول ما إجا يريد يدور بين أمريكا وبين إيران، يبي يسوي معادلة بيناتهم. مسوين فضل على العراقيين، وبجملة حمينا أعراضكم وحررنا أعراضكم وإحنا اللي سترنا عليكم، وكأنه المحافظات هاي ما كان بيها رجال تعرف تدافع عن أعراضها وعن نسائها. كم من المغيبين والمعتقلين راحوا على إيد الحشد الشعبي؟ أي أعراض يحكون عنها؟ أي أعراض؟ هم هسه أعراض، هم الحشد
الراشد هم اللي هتكوا الاعراض. اللي المحافظات السنيه كانت رجال قويه، وكانت كان خاصه الموصل كانت فيها اقوى رجال فيها، كانت اللي هم دمروها، اللي مالك يدمرها، اللي هو وجماعته دمروها، وهسه قاعد المالكي ذاك هو. انا اشوف ذول الحراميه كلهم من 2003 الى هسه اللي باقوا ونهبوا وصيحون فاسدين وفاسدين. الاستاذين طلعوا واحد خلوه ورا القضبان وحكموه وراوا لنا اياه بالتلفزيون، ها؟ منهم حكموه؟ من هو الفاسد فيهم؟ طبعا احنا الفاسدين، الشعب هو الفاسد. اشو صيحون من 2003 اللي هسه الفاسدين والفاسدين، نفهم من الفاسد فينا؟ منو؟ هم فاسدين، هم قتلة. هو المحافظات السنية كلها أعظم الرجال بيها وأقوى رجال بيها، لكن من دمرها؟ غير هذا الحشد مختلف صدر وسلبياته والحكيم وسلبياته وهذه العاملي وعصاباته، وكلها عصابات، كلها تم عصابات على العراق وسوى بالمستوى هذا. طيب. لكن الله فوقنا، ما راح يبقى العراق بيد هؤلاء الجبناء. شكرا يا ام ازهار من بغداد. السيد ام علي من الموصل، تفضل يا ام علي. ام علي، السيده ام علي موجوده؟ ام علي من الموصل تسمعيني؟ ما موجود السيدة أم علي. أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام فضلك أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. تحية لك والتقدير، وتحية للقناة، تحية للشادرة والقناة. الله يسلمك. تحية للشعب العراقي. أستاذ، بالنسبة للمهجرين والمغيبين والقتل، هذا النظام هو نظام أتوب الكاظمي. هو طبق الاصل نفس النظام من 2003، هو نفسه بس تغيير وجوهه، هم نفس المجرمين ولا يعني هو جابوه من اجل قطعه على القتله ومن اجل قطعه على السراقه الحراميه. فالنظام بالنسبه للمهجرين واهل المناطق الغربيه، هو ما الكاظم ليس له دخل بها، هذه تابعه للميليشيات الايرانيه، لا له دخل. هو لا حل مع الشعب العراقي الا باسقاط هذا النظام مهما كلف الثمن. هذا النظام لا يمكن أن يبني بلد، هذا نظام طائفي مجرم لم أجل حدود. وتحية لك. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. نذكر مشاهدينا الكرام أن هناك عمليات اعتقال مستمرة للمتظاهرين الناشطين في التظاهرات، إن كانت على يد القوات الحكومية أو إن كانت على يد الميليشيات، تستمر ضد الناشطين، ضد كل من هو بارز في تظاهرات ثورة تشرين. يتم تغييبهم في السجون بهذه الطريقة تحت الذرائع الموجودة طبعا، والقضايا ملفقة وتهم جاهزة، 4 إرهاب وغيرها من التهم التي توجه إلى كثير من الناشطين في التظاهرات والمعتقلين. أو الطريقة الثانية المتبعة والمستخدمة هي عملية الاغتيالات التي تستخدمها الميليشيات المنضوية ضمن ما يسمى بالحشد الشعبي. ثأر الله وغيرها، ثأر الله ارتكبت انتهاكات في البصرة وأودت بحياة شهيد ومجموعة من الجرحى، وخرج أمر بإغلاق مكتبهم وإلقاء القبض عليهم، ثم عادوا بعد ذلك ليثبتوا أن الدولة في العراق هشة للغاية ولا تستطيع السيطرة على هذه الميليشيات المنتشرة في كل مكان في العراق. وطبعا اللي يسمح لهم هو قيادات موجودة في البصرة، على سبيل المثال رشيد فليح اللي ما عنده مشكلة أنه ثأر الله وغيرها يطلقون النار على المتظاهرين لأنهم يدافعون عن مكانهم. مسأل نفسه، أنا قائد عمليات، إيش عندي دباوة على ميليشيا موجودة في المحافظة اللي أنا المسؤول عنها، المسؤول الأمني عنها، أباوة على ميليشيا موجودة وعندهم مكتب، وبرر هذا الكلام بأنهم تابعين للأحزاب. وحتى وإن كانوا تابعين للأحزاب، في أي نظام يوجد في العالم نرى مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة غير في بلدان اللي هي المنتهية والمدمرة كالعراق وغيره؟ إذن بهذه العقلية مشاهدينا الكرام يتم مخالفة القانون وتخطيه وإلقاء القبض على كل من هو بريء خرج للمطالبة بحق مشروع. يتهم طبعا من أبو شيماء وغيره أن هم ذولا محرضين وإرهابيين ويهددون وكذا، ويهملون المهددين الحقيقيين والإرهابيين الحقيقيين وحاملي السلاح الحقيقيين اللي موجودين بالعراق واللي دمروه صار لهم 17 سنة.
في الرسائل الواردة من أبو عمار يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، الاعتقالات لن تتوقف لأن الميليشيات هي من تعتقل، وبخصوص تصريحات وزير الدفاع باتهام المناطق الغربية، ما حصل في سبايكر يريد من ذلك تبرئة نور المالكي من جريمته، وهي واحدة من جرائم المالكي. من معنا الآن؟ السيدة أم ريان من الموصل، تفضلي. حسناك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. أنا عندي أخوي أخذوه من 2017. نعم. فتهمة داعشي. نعم. وأنا أخوي بريء، أخذوا أخوي وراها فترة إجا وأخذوا أبويا نفس التهمة؟ ما أعرف شنو تهمتهم لحد الآن، اللي نعرفه أنه هم أخذوهم تهمة داعشي. نعم. وأنا أخويا منتسب، يعني منتسب بسرايا الخرساني. أخوك بسرايا الخرساني؟ أي منتسب. وأخذوه لأنه هو داعشي؟ طلع وياهم للقتال، يعني راح قاتل الدواعش 7 أشهر هو وياهم يداوم. تتوقعين ليش أخذوه إذا هو وياهم؟ راح يسوي تصريح أمني ومن غادي أخذوه. ناس تقول لي مشاجرة، ناس تقول لي تهمة داعشي، وهسعته دازلنا خبر أن نحكم 15 سنة من 2017. من 2017 أخذوه، صاحب 3 أطفال هو، والله العظيم بريء. يا ناس بريء صدقوني. وأبوك شنو مشكلته؟ أبويا نفس الحالة، هم بسرايا الخراساني كان؟ أم ريان، طيب شكرا يا أم ريان. أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذ، البارحة صرح وزير الدفاع أن 80% من الأمهار هم دواعش. نعم. وكل الجيش الدواعش، منو أسس الدواعش؟ أسسها أمريكا، كلهم من حصانات المجتمع العالمي كله. هم قاموا في سبيل حتى إذا وجبوه إلى العراق وإلى سوريا وإلى اليمن وإلى لبنان في سبيل تفكيك وحدة الوطن العربي وخاصة السنة. أستاذ، إنه أريد نعرف إنه شلون يثبت إنه وزير الدفاع لرأي العام إن الأنبار هم 80% هم دواعش. أريد إثبات، إذا أكو إثبات لازم يدخل 80% من الأنبار إلى السجون والاعتقالات. وإذا ما عنده أي إثبات يطلع على القناة نفسه يقدم اعتذار. مهمة طلعوا بيان يا أم عبد الله، إذا أنت متابعة طلعوا بيان، قالوا اللي انتشر على لسان وزير الدفاع في بعض القنوات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فهم بالشكل الخاطئ. يقولون هو ما كان يقصد بهاي الطريقة، اللي موجودين بالغربية ذولا بيهم ناس وعشائر وقاتلت ووقفت وحمت الأرض وكذا، لكن اللي دي يتروج هو خاطئ. هل فعلا اللي طلع من على لسان وزير الدفاع فهم بشكل خاطئ؟ ما كان كلام واضح على أنه هو يتهم المحافظات الغربية أن هي حواضن لتنظيمات إرهابية؟ أستاذ، يعني هذا دلالة على أن الحكومة العراقية من 2003 إلى الآن هي حكومة يعني صفة، يعني نقدر نقول مع الاعتذار للشرفاء الشيعة، هي شيئية يعني ضد الشعب العراقي بأكمله بسنته وشيعته. زين، من طلعوا السنة أستاذ؟ طلعوا السنة وطلعوا الشيعة بالجنوب بالوقت الحاضر. نفس مطالب السنة، يعني نفس مطالبهم، لأنه هم تهمسوا السنة وتهمسوا الشيعة الشرفاء. فالمسؤولين السنة والشيعة اللي موجودون بالحكومة هم اللي دمروا العراق. هم اللي أثبتوا، إذا كان هو يقصد أن السنة 80% من الدواعش، فهذا يثبت أنه هو فاشل وحكومته فاشلة. هو قام بعملية، يعني معناه إحنا راح نستمر على السنة في تدمير السنة بالوطن العربي. طيب. لأن السنة إذا تاريخنا ترى هو تاريخ مشرف، بالإضافة إلى الشيعة اللي
كانوا يساندون في حكم صدام مع في نظام ضد الحكم الفارسي يعني او طيب. القادسيه، فهذا دلاله على انه الشعب العراقي انظلم من هيك الحكومه. فاحنا حتى اذا صرحوا فهذا انه لازم ان الشعب العراقي يكون بوصفه متحده ككل للقضاء على هاي الظلمه الفاسده اللي دمرت. شكرا يا ام عبد الله، وضحت الفكره. السيد ابو فرح من دياله، تفضل يا ابو فرح. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ نشكرك على هذا البرنامج ومتابعينه، برنامج كلش جيد. الله يسلمك. تفضل يا ابو فرح. عيون استاذ. تفضل. والله استاذ يعني استاذ هذا يعني هسه اللي جاي يدعون بهم بانه بس ارهاب اخو، بس ارهاب اخو. يعني هاي الميليشيات الجاي تخطف وجاي تقتل وجاي يعني هسه هاي ابناء السنه جاي تروح عندنا. نعم. يعني هاي كلها ارهاب. من وجهه نظر وزير الدفاع المسؤول عن حمايتك وحمايه كل العراقيين وحدود البلد يقول ايه انتم ارهاب. والله يا استاذ راحت عندنا ناس ابرياء يا ما يعني شنو عندنا مئات الاف يعني شنو يعني بس ارهاب موجود هسه بالعراق ميليشيات، ولا كانما جاي تجي عينك تخطف عينك. نعم. وين وزاره الدفاع من اللي دي يصير بديالة من تغول الميليشيات وسطوتها والعملية تضييق على الناس والفساد بنقاط التفتيش وغيرها؟ وين وزارة الدفاع؟ ونطالب رئيس الوزراء بالعفو العام على هاي الناس الأبرياء. نعم. أنا أشكرك يا أبو فرح من ديالة. أسماء من ديالة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية إلى كل قناة صف سعيدة. الله يسلمك. ياكم هذا البرنامج. تفضل، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، أنا شريط الأخبار القناة الرسمية القريت أن السلطات الكردية تغلق منطقة باشمار يعني عن الإيرانيين الساعة 8 اليوم 8 مساء على احدى القنوات استاذ محمد، قنوات الكرديه طلعوا فيديو صوت وصوره السيارات الحمل من الايرانيين، حتى طلعوا الارقام مالتهم، طلعوا الارقام مالتهم شلون دخلوا بمنطقه عن طريق منطقه باشماخ، شلون دخلوا الكردستان. واحنا الاخبار يقول غالقين الطرق. مع احترامي إليك أستاذ، يعني أنت تقولين إنه الخبر هذا غير دقيق، الطريق هذا تمام. الخبر غير دقيق، والدقيق أنا كتبتها الصوت بالصوت والصورة. نعم. شلون دخلت السيارات الحمل الكردستان. نعم. حتى الشخص اللي مصور الفيديو حكى صوت وصورة. نعم. قال السلطات هم اللي دخلوا سيارات الحمل الكردستان، حتى اللي صور المقطع حتى طلع رقم الحمل سيارات الحمل، الرقم ايراني. تمام. يعني والاخبار هيجي تقول يعني الحكومه والسلطات ما عندهم كلام صحيح ولا صريح مع الشعب، واللي واللي يكشف المواطن، طبعا المواطن صريح. طبعا انا اشكرك يا اسماء على ايضا هذا التنبيه، حقيقه شكرا جزيلا للمشاركه. ان شاء الله سيتم التدقيق في هذا الخبر، وطبعا دائما المصادر التي تاتي من الارض يعني المصادر المحليه هي دائما تكون نسبه كبيره ادق من الذي يتم تداوله على المواقع الاخباريه. لكن شكرا جزيلا للمشاركه بشكل عام. حسين من بابل، تفضل يا حسين. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. انا منتسب اداوم بر الماضي. انت منتسب وين؟ بر الماضي بالقائم اداوم. طيب تمام. المشكله هسه بتقول عن حسب الاستقالات وهاي السوالف وكذا. اي. مشكله العشائر بر الماضي. اي. يعني حسب يعني واحد يشتكي على الثاني. اي. اي فواحد يشتكي على الثاني وهو ما واحد هذا يسمي داعش، هذا يقول انه داعش، يعني مشكله ترى بالعشائر داخل الرمادي.
يعني انت تقول المشكله بالانبار هي مشكله العشائر؟ بالعشائر يعني كعدوات شخصيه بين العشائر. كلها عدوات شخصيه. يعني المفروض يعني حسب معلوماتكم وقادتكم يعني لما تسجلون تكون مصالحه وطنيه بين هالصفوف. مصالحه وطنيه بين منو ومنو؟ يعني مثل الشيوخ مثل البونيفيكا اشبه الباني مثل باقي العشائر هاي اللي عرفها ناس الرمادي مثل الحلاق. طيب انا اريد اسالك يا حسين وانت منتسب بالرمادي. هل القوات الحكوميه الموجوده في محافظه الانبار خاليه من العيوب انه هي نظاميه ما تسمح للميليشيات بالسيطره على الحدود، ما تسمح للميليشيات بالسيطره على نقاط التفتيش والنقاط الماره الرابطه بين المحافظات، ما تسمح للميليشيات ان هي تبتز الناس، تبتز النازحين بمنعهم من العوده الى بيوتهم، يعني مسيطره القوات الامنيه هناك؟ مو هسه اداوم حديثه. طيب وباقر انت بغض النظر وين تداوم، انت عنصر امني تسمع اللي دا يصير حواليك. صح حديثه ما بيها غير بس جيش عراقي وبيها حشد عشائري. شنو هذا الحشد العشائري يا حسين؟ يعني هم دول هم العشائر الانبار سووا حشد. طيب على اي اساس هم موجودين وانتم موجودين؟ على اي اساس؟ وهو وهي قيادات التنظيم سوت الحشد مالتهم هاي. يعني ليش مو انتم القوات الامنيه تتكفلون بحمايه المدن وتقومون بواجبكم بدل ما تسمحون لهاي الميليشيا وذاك وذيك الميليشيا يشيلون سلاح؟ مو تعرف ابن عمي هي الشيعه عندهم حشد والسنه هم عندهم حشد. اي الحشد السني كان منطقه حديثه. طيب وش حكي؟ طيب انا بس اريد اسالك يا حسين، انت هسه عنصر امني تشيل سلاحك من تشوف قدامك واحد جاي من الحشد او واحد جايك من حشد العشائري هم شايل سلاح، شلون تباوع له؟ تباوع له بنظره انه هو عنصر امني؟ لو تباوع له انه هو عصابتي شايل سلاح، شلون تباوع له؟ يقول ترى السلم هذا اللي نحن نقول سيارة تابع. شلون؟ يقول تابع لرئاسه البرلمان، احنا تابعين نقول. وين رئاسه البرلمان؟ الى تحت يعني اي عنوان؟ يقول احنا الحشد مال حلافه. طيب. تعرف هذا طيب تمام، انا اشكرك يا حسين من بابل. الحشد او كل العناصر الموجوده اللي طلعوا لها قانون الحشد وهاي الحمايه والحصانه اللي اعطوهم اياه هو غير قانوني اصلا. وفق الماده التاسعه الفقره باء في الدستور اللي هم وضعوه يمنع يحظر تشكيل اي فصيل مسلح يحمل السلاح خارج اطار الدوله. وبناء عليه فكل ما يترتب على هذا التشكيل فهو باطل، حتى لو تم سن قانون لحماية هذه الفصائل المسلحة هو باطل أصلا من الجذور من الأساس، هو باطل يعني غير شرعي. السماح أو تأطير هذا الحشد وغيره من الميليشيات بأطر قانونية هو أصلا غير شرعي من الأساس، غير قانوني. فعلى أي أساس أصلا تعتمد الدولة على هذا النظام؟ طبعا بسبب غياب القانون، هو هذا شيء طبيعي أنه نشوف الحشد ويتحججون أن هم تابعين لرئاسة الوزراء أو للبرلمان، ولم يصدر رئيس الوزراء أي قرار يقود به هذه المجاميع اللي تسمى الحشد ولا يستطيع. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى الى هذه الحلقه من برنامج صوتكم. معنا الان السيد ابو انس من بغداد، تفضل يا ابو انس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذي العزيز؟ اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. على مود موضوع الحشد الشعبي. نعم. الحشد الشعبي تاسس هو بناء على فتوى السيستاني. طيب السيستاني من افتى للحشد الشعبي على انه يحرر مناطق، وهاي المناطق تعرضت الى احتلال من قبل داعش.
تحررت المناطق هاي صار أكثر من سنتين، شنو الداعي بقاء الحشد الشعبي يتواجد لحد الآن؟ ليش ما استستاني مثل ما أفتى بضرورة وجود الحشد إلى على مود موضوع هو إنهاء احتلال داعش لهذه المناطق؟ المناطق تحررت صار لها 3 سنوات، ليش ما السيستاني يفتي فتوى ثانية بحل هذا الحشد ويشكر من عندهم يقولهم يا بي انتهى واجبكم إلى هنا وموجودة قوات أمنية من جيش وشرطة ومكافحة إرهاب ولا ذلك هي تمسك الأرض؟ لكن الموضوع هذا وراء سياسات دول أخرى تريد تهيمن على هاي المناطق اللي هي مناطق الغربية أنبار، صلاح الدين، ديالة، موصل، وتفرض سيطرتها. وهاي المخططات هي قلنا وراها دول اللي هي معروفة دولة إيران وراء هذه المخططات. فإحنا من منبركم الشريف نطالب كل واحد برلماني إن كان سني أو شيعي أو كردي يطالب بحل الحشد الشعبي، لأن مهمته انتهت، هم جايين لله، خلف الله عليهم، حرروا المناطق هم والجيش وغيرها، انتهت مهمتهم، يقعدون ببيوتهم واكو قوات أمنية تمسك. منو من البرلمانيين يقدر يحكي بهذا الكلام؟ والله البرلمانيين أنا أقول لك هم ما يقدرون، بس هم ليش يمثلون هاي المناطق وهاي المناطق متضررة من سياسات الحشد الشعبي؟ يعني أنت شنو فايدتك أنا من تخبك وذاك وذاك تمثلني وانت جاي تشوف انتهاكات الحشد الشعبي اللي قبل شوي انت حضرت قلت انتهاكات الحشد مثل انتهاكات داعش؟ لا، داعش صح عنده انتهاكات، بس اذا شخص مقابيله يقتله، يضربه طلقه ويقتله يعدمه. الحشد الشعبي شو يسوي؟ يعنقه ويشعل جوه تايرات ويحرقه. فالاساليب اللي انتهكها سواها الحشد الشعبي بالمناطق السنيه والله فاقد جرائم داعش بآلاف المرات. نعم، أنا أشكرك يا أبو أنس على المداخلة، شكرا جزيلا لك. ونكرر طبعا هذا الكلام هو بتقرير لمنظمة Human Rights Watch تحدثت به عن انتهاكات ميليشيات الحشد، وأن هذه الانتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب، وكذلك هي طبعا بحسب كلام المنظمة أنها ترقى لتكون جرائم حرب، هي كانت بالفعل جرائم حرب موجودة على الأرض، وتابعنا كذلك الانتهاكات التي قاموا بها في كثير من المحافظات، ووثقوا كثير من هذه العمليات بتفجير المساجد، بتهجير العوائل، بعمليات تصفية ميدانية بعيدا عن القانون، في مقاطع كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتها، وهم محصنون من المحاسبة والملاحقة، ويتكلم وياهم أحد يقول لك إحنا الحشد المقدس اللي حمينا الأعراض وحررناها، وكانوا الغطاء الجوي للتحالف الدولي بقيادة أمريكا اللي هم يهاجموها ليل نهار كانت من يعني حقيقة أوهام بالنسبة لهم. هو الموضوع يعتبروه أن هم اللي حرروا المناطق، ويشوفون هذا الدمار اللي وصل بمدينة الموصل بجانبها الأيمن إلى أكثر من 95%، يقولون عليه هذا تحرير. تحرير طيب، وين أعمار المدن؟ ليش ما تسمحون للناس اللي أنتوا حررتوا مناطقهم من أن يرجعون لمناطقهم مثل جرف الصخرة على سبيل المثال؟ ليش حزب الله اللي تابع للحشد هاي الميليشيات بعدها مسيطرة على هاي المنطقة وتمنع الناس من العودة إلها مرة ثانية؟ صار لهم سنين، وغيرها وغيرها من المناطق محبوسين بالمخيمات أكو منهم، ويتعرضون لابتزاز بشتى الأنواع. فيما تبقى من وقت نقرأ سريعا الرسائل الواردة. طبعا لدينا رسالة من أبو حاتم من الموصل، يقول أبو حاتم رسالتك طويلة أقرأها باختصار شديد. السلام عليكم، تحية طيبة. يقول العراق يحتاج إلى كفاح مسلح بعد التظاهر الذي جرى بالمحافظات الغربية والموصل، لن تجني أي شيء من الاحتلال وأعوانه، وجاء الثورة تشرين المباركة ويمر الشهر 9 على الثورة ولن تجني غير الاعتقال والخطف والقتل. شكرا لك يا أبو حاتم. السلام عليكم، أنا من صلاح الدين بيجي، عندي أخ معتقل بسبب المخبر السري واعترف على نفسه بسبب أسباب متنوعة من كثرة التعذيب، ولا توجد عليه أي مؤشر من الدوائر الحكومية ولا عشائرية، وبصموا غصب وقالوا له أنه نغتصب عرضك أمامك، وأثناء المحاكمة أتوا 12 شاهد ليثبتوا أنه بريء، فخرجهم القاضي وحكم عليه 85 سنة.
أبو ضحى من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. يقول أستاذ محمد، ميليشيا الحشد هي خارج القانون وولاها لإيران، وقائدهم هادي العامري، مقتدى الصدر وقيس الخزعلي اعتقلوا الكثير من الأنبار. وفي الحرب العراقية الإيرانية أهالي الأنبار يدافعون عن أعراض الجنوب عندما احتلت إيران الفاو. يعني هذا كلام، هذا موضوع الأعراض، هاي المصطلحات الطائفية الحقيقة اللي حملتها هاي الميليشيات. العراقي يدافع عن أخوه العراقي، يعني هو يدافع عن عرضه بالنهاية بغض النظر. لكن هاي الموضوع أنه هاي الجملة الحجة أو شلون يذلون بها الناس أو يحملوهم فضل أنه إحنا جينا حررنا مناطقكم، ما حد قال لكم تعالوا. طيب، في رسالة، السلام عليكم، والله الحكومة دمرت أبنائنا ووضعتهم في سجون الظلم وحرمتهم من أولادهم وجعلت عيون الأمهات تدمع لرؤية أولادها ورئيس الوزراء الكاظمي يتفرج على دموع الأمهات. السلام عليكم، العراق دخل في حافة الهاوية، يقول في حافة الخطر، وانتشرت جائحة كورونا في جميع المحافظات ومستشفيات تعبانة كلش، والإصابات جاي ترتفع بالآلاف، ولا واحد عنده غيرة وشرف يتبرع براتب للصحة من أجل فتح مستشفيات، إلك الله يا عراق. أبو نور من كركوك يقول، ليش شنو سبب مليون عفو عام؟ كل دولة انطوا عفو عام بس العراق ما ينطون، نريد من حكومة مصطفى الكاظم العفو. في رسالة يقول، أستاذ محمد وياك إحدى طالبات كلية الأهلية في الأنبار، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا لوزير التعليم إلغاء امتحان التعليم الإلكتروني، خلي نفس إقليم كردستان سنة عبور. وفي آخر الرسائل، تحذير إلى البرلمان، خليهم يقرون العفو العام، ترى هي مو إشحاذة منكم، هذا واجبكم يا قناة الرافدين، سووا دعوات إلى مسؤولين عراقيين سياسيين حتى يصل صوتنا للرئاسة. شكرا جزيلا للجميع، نشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.